عين جودي بدمعك الرقراقي، عين جودي بدمعك الرقراقي، واسكبيه على أعز الرفاق. أي خطب قد أثار شجوني. الاستعمار الآن في هذه الظروف اللي راح هي مرحلة انتقالية، واللي راح يجي حاجة من أخواننا الجسم يدخل صبر أمسى، راي باش يحط الجزائر يخرج على الباب ويدخل على الساقة، يحب يخرج الظاهر هاي بس راح يدخل على الساقة، بمعنى يدخل العمل الجاي، بمعنى يحب يستعمرنا استعمار غير مباشر، لأن الاستعمار المباشر هذا كنا متهمين باللي راح معاه في حاجة على خطر الخامة، يعني يسمعنا الاستعمار المباشر بمعنى الفرنساوي يبقى يتحكم في الجزائر، هذه هي نفس ما عاد تفكر به. بس حسين استعمار مباشر يحب يحقق له، هو يحب يخلي اصدقائه ويدعو ملاجئهم ويدخلوا في السوكل ويتأنوا بهم ويدخلوهم زعماء ويصوتوا عليهم ويثقوا بهم ويعودوا في بكر من هنا العالم الجزائري رفرف، والحكومة تاعهم بكر من كلمة بس يتلقاو الأوامر من قصر من الجيل تاع فرنسا، هذا يسمى استعمار غير مباشر. هذا هو الآن أيها الشعب اللي حتى فرنسا تحقق الاستعمار غير مباشر.